السلام عليكم، معكم ياسين. فيديو جديد من دورة ديال الفرق بين. فهاد الدورة طبعا قديمة عندنا في القناة، لهذا بغيت نلوح فيها شي فيديو جديد. ومن ضمن الفيديوهات اللي غنلوح هو هذا الفيديو، هذا اللي بزاف ديال الناس سولوني السؤال: شنو هو الفرق ما بين ديستي اثي. بزاف ديال الناس سولوني في لي كومونتير في الانستغرام، ما خلاو في سولوني حتى في باش فيسبوك، لهذا قررت نعمل هذا الفيديو هذا. فخليكم مع الفيديو. سأحاول ان اتكلم باللغه العربيه لكي يفهم الجميع. اذا نقول ديني اسبانيا اثي اونانيو، ولا ديني اسبانيا ديستي اثي اونانيو، ولا بيني اسبانيا اثي اونانيو، بيني اثي اونانيو ديستي اونانيو ديستي اثي اونانيو. من هي الصحيحه؟ اعيد: بيني اسبانيا ديستي اثي اونانيو، ولا بيني اسبانيا ديستي اونانيو، ولا بيني اسبانيا اثي اونانيو. الجواب الصحيح هو بيني اسبانيا اثي اونانيو. لماذا؟ لاننا نستخدم اثي عندما تكون المده الزمنيه المستعمله في الجمله هي عباره عن اون كانتيرال تيمبو، يعني فتره زمنيه وليس وقت محدد، يعني فتره زمنيه، يعني بيني اسبانيا اثي اونانيو، يعني جئت الى اسبانيا منذ سنه، يعني سنة كاملة وأنا في إسبانيا. فهنا حددنا فترة زمنية، يعني أنا كانتيرال تيمبو. ندوز للثانية، هل نقول استوي إن إسبانيا أثي أونانيو، ولا استوي إن إسبانيا ديستي أثي أونانيو، ولا استوي إن إسبانيا ديستي أونانيو؟ استوي أكي إن إسبانيا ديستي un año, o la hace un año, o la diste hace un año. El جواب صحيح هو estoy en España desde hace un año. Estoy aquí en España desde hace un año. علاش استخدمنا desde hace؟ لماذا استخدمنا desde hace؟ لأن desde hace حتى هي نستخدمها عندما تكون المدة الزمنية المستخدمة في الجملة هي عبارة عن هناك امتداد تيمبو، يعني estoy aquí en España desde hace un año، أنا هنا في إسبانيا منذ سنة، يعني سنة كاملة وأنا هنا في إسبانيا. إذن هنا غيجيك واحد السؤال في الدماغ ديالك، سيأتيك سؤال إلى دماغك، ستقول hace un año ¿hiciste hace un año؟ لديهم نفس الاستخدام، كلاهما يستخدمان عندما تكون لنا una cantidad de tiempo، أليس كذلك؟ إذن ما الفرق ما بين hace y diste hace؟ الفرق هو في الفعل المستخدم قبل هذه العبارة. في الأول قلنا بيني أسبانيا hace un año، بيني هو فعل بيني مستخدم في زمن ماضي، لا يهم أي زمن، المهم زمن ماضي del pasado. لهذا عندما يكون الفعل في زمن الماضي نستخدم hace مع cantidad de tiempo، لكن عندما يكون الفعل مستقبل في الحاضر أو المضارع بشتى أنواعه، سواء المضارع المستمر المضارع البسيط، نستخدم desde hace. فلهذا قلنا estoy aquí en España desde hace un año. إذن مبروك عليك، عرفت الفرق بين hace y desde hace. ماذا خصنا دابا نعرفوا الفرق ديال ديزدي مع ديزدي اثي اي اثي، فالي؟ vamos. vivo en España hace 2018، ولا vivo en España desde hace 2018، ولا vivo en España desde 2018. اكيد انك عرفت الاجابه. الاجابه الصحيحه هي vivo en España desde 2018.
لأن نستخدم desde عندما نحدد فترة زمنية في الماضي يعني un tiempo puntual يعني وقت محدد أو لحظة محددة في الماضي ليست una cantidad de tiempo يعني ليست فترة زمنية بل هي فترة أو لحظة محددة في الماضي لذا قلنا vivo en España desde 2018 دابا غندوزو نعملو واحد التمرين بسيط باش نشوف راسنا واش فهمنا شي لعبة ولا ما فهمناش. سنقوم بعمل تمرين لنفهم هل نحن فهمنا أم لم نفهم شيء. Trabajé en marketing hace tres meses, desde hace tres meses, ولا desde tres meses. Trabajé en marketing, trabajé. El verbo مصرف في ماذا؟ مصرف في زمان ماضي pasado. إذن سنقول trabajé en marketing hace tres meses. عندنا فعل في الماضي زائد الفترة الزمنية هي عبارة عن cantidad de tiempo. فترة طويلة يعني فترة زمنية وليست لحظة محددة أو وقت محدد. إذن trabajé en marketing hace tres meses. الجملة الثانية Estoy trabajando en marketing desde hace tres meses. Hola, estoy trabajando en marketing hace tres meses. سهلة. عندنا فعل في المضارع. Estoy trabajando. زائد الفترة المحددة هي عبارة عن cantidad de tiempo. إذن estoy trabajando en marketing desde hace tres meses. لأننا عندنا فعل مصرف في المضارع زائد فترة زمنية عبارة عن cantidad de tiempo مفهوم؟ دوزو الجملة الثالثة اللي هي يا Trabajo en marketing desde enero ولا desde hace enero ولا hace enero أكيد أنك بدأت تستوعب الفكرة بدأت تحس بها كي hace enero كي raro me suena raro no? Entonces Vamos a decir, estoy, vamos a decir, trabajo en marketing desde enero. Enero اللي هو شهر واحد لأن حددنا وقت محدد في الماضي. Un tiempo en pasado. Puntual, concreto, un tiempo concreto en pasado. Entonces, trabajo en marketing desde enero. ¿Wesh que nقولو? Hace una semana, ولا desde hace una semana. ولا desde una semana من هي الصحيحة؟ desde una semana ولا desde hace una semana ولا hace una semana طبعا desde una semana هذه معروفة أنها خطأ لأن desde نستخدمها مع وقت محدد لكن أنا هنا قلت una semana una cantidad de tiempo فترة زمنية إذن بقنا الاختيار ما بين desde hace una semana ولا hace una semana هما جوج بهم صحيحين ذلك يرجع إلى الفعل الذي سنستخدم قبل الجملة إذا قلنا إذا استخدمنا فعل في المضارع سنقول desde hace una semana إذا استخدمنا الفعل في الماضي سنقول hace una semana vine a España hace un año yo vine a España hace un año entonces estoy aquí en España desde hace un año Desde 2019, desde 2019, estoy aquí en España desde hace un año. Vine a España hace un año que vine aquí a España. Entonces estoy aquí en España desde hace un año. غنعطيكم تمرين, سأترك لكم تمرين لتقوم بالإجابة عليه في خانة التعليق. هذا التمرين عبارة عن جملة طويلة أو تكس صغير أو تكستو بيكينيتو غادي نخلي الفراغ باش حتومايا تكتبوا العبارة الصحيحة واش ديسدي ولا أسي ديسدي ولا أسي بالي؟ empezamos vamos 2019 trabajó en España pero vine a España 2018 Entonces estoy aquí más de un año. أعيد. نكتب العبارة الصحيحة في هذه النقط. ثم 2019. Trabajo en España. Pero
بيني آ إسبانيا اكتب العبارة الصحيحة 2018 entonces estoy aquí اكتب العبارة الصحيحة más de un año 2019 trabajo en España pero vine a España 2018 entonces estoy aquí más de un año. طبعا الى عجبكم هذا الفيديو بهذه الطريقه هذه ممكن تخليوا لي كومونتير وتخليوا لي فيديو زوين زي هو عجبنا ولا ما عجبناش باش نشوف انا شنو ندير واش نعمل هاد الفيديوهات في القناه اكثر ولا نمشي نكمل الخدمه على الابليكاسيون راه باقي لي مونطون دي ترافاخو. هادشي اللي كاين وتهلاو فراسكم ونتلاقاو في الحلقه الجايه.